أنا ريم أبو الحسن من CFI في فرع بيروت، ينضم إلي من الأردن كبير المحللين مهند عرقات. صباح الخير سي مهند. صباح النور، أهلا أستاذ ريم، يسعد صباحك. أهلا فيك. يعني كانوا إجاني بعض التعليقات أمس، كانوا بانتظار الويبينار ويعني قلنا لهم رح نأجله لليوم، ولكن اليوم نلتقي لنغطي أكبر كم من الأخبار الاقتصادية على الصعيد العالمي طبعا، والتي تؤثر على الأسواق المالية. أستاذ مهند، هذا الأسبوع هناك بيانات كثيرة تؤثر على الأسواق المالية، إن كان تقرير التضخم في أكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأيضا تصريح من مسؤولين البنوك المركزية. يعني جيروم باول يظهر عدة مرات هذا الأسبوع، اثنين وثلاثاء وأربعاء، لكي يعطي تصاريح إن كانت بشأن السياسة النقدية أو أداء الاقتصاد الأمريكي. هذا الأمر طبعا يؤثر على الأسواق المالية. ويتحدث مارك كارني من رئيس بنك إنجلترا اليوم حول تغيير المناخ في طوكيو، وأيضا حول إطلاق ورقة نقدية جديدة في بريطانيا، يتحدث يوم الخميس. أما الفيدرالي، محضر الفيدرالي الذي سيصدر يوم الأربعاء طبعا عن الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي، والذي طبعا تم عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وحاليا تتراوح الفائدة بين يعني 1.75% و 2%. وأيضا من ناحية أخرى، البنك المركزي الأوروبي يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية التي عقدت الشهر الماضي، يوم الخميس تصدر هذه البيانات. وهناك أيضا تقرير لمنظمة أوبك عن الإنتاج الشهري، وأيضا طبعا الملف الأبرز هو المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. يعني هذا مختصر عن أهم الأخبار هذا الأسبوع والتي ستؤثر على الأسواق المالية. طبعا أستاذ ريم، يعني بشكرك على هاي المعلومات كلياتها. منضيف أنه الأسبوع الحالي يتوقع أن تبدأ جولة مفاوضات ما بين الصين والولايات المتحدة لبحث الملف التجاري أو أزمة الملف التجاري. طبعا التوقعات لغاية الآن حسب ما عم نسمع غير متفائلة بدرجة كبيرة، وخاصة أنه الوقت الصيني طلب تقليص بعض الأمور المتعلقة بهذا الملف، وخاصة هي أمور يعني ذات أو تعتبر رئيسية من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يتوقع هذا الأسبوع أن يناقش الاتحاد الأوروبي أي خطة جديدة لموضوع البريكزيت، والتي سوف يقدمها رئيس الوزراء البريطاني. فبالتالي هو أسبوع حافل بالأحداث والأخبار والمعطيات. قبل ما ننسى، بس حاب أنبه السادة المتداولين أنه في نهاية هذا الأسبوع رح يحمل مجموعة من الأخبار المهمة، فلذلك نتوقع أنه افتتاح الأسواق الأسبوع القادم أو يوم الاثنين القادم تحديداً ممكن نشوف بعض الجابات السعرية، الفجوات السعرية، وبالتالي لازم ننبه السادة المستثمرين حول هذا الموضوع. نعم، ننتقل لنتكلم عن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، والذي يحاول الثبات عن مستويات 99، ولكنه أغلق دونها مع مطلع الأسبوع، يعني يحاول الاستعادة لنشاط 99 ولكنه لا يزال يغلق دون هذه المستويات. كيف تتوقع، أو يعني بصورة رسمية، الملف التجاري وغيرها، كيف تتوقع أن يسير المؤشر الدولار خلال هذا الأسبوع؟ تفضل. طيب، إحنا كنا عم نحكي على مؤشر الدولار، كنا عم نقول إنه الدولار حالياً أصبح يتداول دون مستويات دعم سابقة محدد عند المستويات اللي هي 99. طبعاً كسب تلك المستويات يعني بيعطينا انطباع انه نشهد تداولات سلبيه حاليا على الدولار، ولكن بنفس الوقت هو ما زال محافظ على مستويات الدعم القريبه من 98.6 و98.5 كمنطقه دعم. فلذلك ومنذ تداولات الاسبوع الماضي ما زالت الاسعار محصوره ضمن تلك المستويات، ضمن ذلك النطاق الضيق ما بين 99 وما بين 98.5 تقريبا. نحن ننتظر حاليا اختراق او كسر اي من هذه المستويات لاعطاء صوره افضل عن حركه الدولار خلال الفتره القادمه، مع ملاحظه انه الدولار لديه نموذج سلبي زي ما احنا شايفين، اللي هو نموذج الراس والكتفين. بتوقع راح يكتمل بنجاح في حال تم كسر مستويات الدعم القريبه من 98.5.
عندنا اليورو يتداول كما نرى في الرسم البياني بطريقة عرضية، يعني هذا الأسبوع تستأنف المحادثات بين أوروبا وبريطانيا حول بريكزيت، يعني ينتظر فريق المفاوضات الأوروبي ميشيل بارني لمعرفة ما إذا كان وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تعديل بعض النقاط الإشكالية في خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، من بعد ما يعني حط رئيس بوريس جونسون جميع البيانات الذي يريدها للخروج والتي تم عدم الموافقة عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، وحاليا هناك تعديل على هذه الأجندة، والتي طبعا نهاية الأسبوع نتوقع أن يكون هناك القرار النهائي في حال تخرج بريطانيا بال 31 من أكتوبر أم لا، مع أو دون اتفاق، الأمر الذي يؤثر على اليورو ويؤثر على الباوند. تفضل أستاذ مهند، ماذا تخبرنا بالتحليل الفني عن اليورو؟ يعني قبل موضوع التحليل الفني، عم نلاحظ أنه خطط الرئيس جونسون لا تعجب لا الاتحاد الأوروبي ولا تعجب مجلس العموم البريطاني، فهي لا تحظى بأي قبول نهائيا من قبل أي من الطرفين. هذا الشيء يعني عم بينعكس بشكل واضح على حركة الباوند وحركة اليورو. عم نلاحظ اليورو مؤخرا كيف عم بيتحرك ضمن نطاق أفقي واضح جدا بين المستويات اللي هي 1.1 كمستويات مقاومة وال 1.0960 كمستويات دعم، يعني تقريبا في نطاق حوالي 40 نقطة عم بتحرك اليورو مؤخرا منذ نهاية الأسبوع الماضي ومع بداية هذا الأسبوع، عم بتحرك ضمن نطاق أفقي ضيق مدى حوالي 40 نقطة. الآن التوقعات أنه رح نشهد تحرك سعري واضح جدا، سواء باختراق 1.1 وتحقيق ارتفاعات جيدة، أو في حال كسر 1.0960 وكسر تلك المستويات ممكن خلينا نشوف تراجع في حركة الأسعار. فإلى ذلك الحين سوف تستمر الحركة ضمن هذا النطاق الأفقي الضيق، زي ما حكينا ننتظر حدوث اختراق أو كسر لأي من هذه المستويات المهمة. نعم، ننتقل لنتكلم عن الذهب. يعني أونصة الذهب تسجل بعض التراجع في تداولاتها مطلع هذا الأسبوع الاثنين والثلاثاء، ويعود طبعا انخفاض العقود الآجلة للذهب بسبب ارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية. الذهب طبعا يتأثر بالملف التجاري، خصوصا وأن هناك بعض عدم اليقين حول المباحثات التجارية بين الصين وأمريكا. هل تظن أن الذهب سيعاود الارتفاع من بعد هذه الهبوط الأخير هذا الأسبوع؟ تفضل. يعني الذهب حاله كحال باقي يعني المشتقات المالية الأخرى، عم نشهد في حركة استقرار وحركة يعني نطاق سعري أفقي، سواء الذهب أو معظم المشتقات المالية الأخرى. عم نلاحظ أيضا الذهب عم بتحرك ضمن نطاق سعري، قناة سعرية هابطة نوعا ما، ولكن هذه القناة السعرية ربما يتبعها ارتفاعات قوية في حال تم اختراق المستويات اللي هي 1520 أو 21، فيما بين دعم مهم جدا عند المستويات 1484. كسر تلك المستويات ممكن يخلينا نشوف المزيد من التراجع في أسعار الذهب، ولكن حالة عدم اليقين تجاه الأحداث الاقتصادية والسياسية اللي عم نشوفها هي اللي عم بتخلي الأسعار تتحرك صعودا وهبوطا ضمن نطاقات سعرية محدودة جدا. فلذلك عم نلاحظ التداولات تتم بطريقة يعني ضيقة وبطريقة يعني نوعا ما أحيانا تكون حادة في الاتجاه الأفقي. فلذلك طالما الأسعار دون مستويات 1496 وبين المستويات 1484 تبقى الحركة غير واضحة المعالم لغاية الآن. واضح مهند. ننتقل لنتكلم عن مؤشر الأسهم الأمريكية داو جونز، والذي يمثل طبعا أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. مؤشر داو جونز يتراجع في جلسة يوم الاثنين ليعود ويتحسن في جلسة يوم الثلاثاء، ولكن الأنظار طبعا يعني تكلمنا مرارا عن هذا الملف على المفاوضات التجارية الجديدة، ولكن يعني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صنفت تقريبا 28 شركة صينية في القائمة السوداء، مما يقيد بعض تصدير السلع المصنعة في الولايات المتحدة، لذلك هناك مخاوف يعني فيها. ولكن تداولات الداو جونز بعد الانخفاض القوي الأسبوع الماضي أكثر من 1000 نقطة، كيف تتوقع يعني هناك بعض التحسن عليه من هذا الانخفاض القوي الذي حدث؟ يعني الداو جونز
منذ القمة اللي سجلها عند المستوى 27300 تقريبا، وزي ما تفضلت تراجع بحدود 1000 نقطة، هو نعم. تمكن واستطاع أن يعوض ما نسبته 61% من ذلك الانخفاض. طبعا نسبة 61% تعتبر المستويات الجدا مهمة والجدا حساسة كمنطقة ارتداد لهذا الهبوط السابق. فلذلك عم نلاحظ أن داو جونز حتى في تقاريرنا كنا عم نذكر أنه 26700 هي مستويات مقاومة مستهدفة ومستويات مقاومة متوقعة. أي إيجابية لداو جونز هي تعتمد على ما على قدرته على تجاوز تلك المستويات. دون اختراق 26700 لا، سوف تبقى حالة الضعف مستمرة على الداو جونز، وبالذات لو تم كسر المستويات القريبة من 26400. فهذا بيعطينا ملخص عن ما يجري حاليا في موضوع الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وحالة عدم اليقين. فلذلك نحن يعني من واجبنا انه ننقل تلك المعلومات بكل مصداقية وبكل شفافية. طالما الداو جونز دون المستوى 26700 نستمر بحالة الضعف وبحالة الشك، بينما اختراق 26700 لا، معناته في تحول إيجابي على حركة الداو جونز. يعني أستاذ مهند، ترامب يقول أنه يريد الفائدة متدنية في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد، واجتماع اللجنة أو السياسة النقدية هذا الشهر، يعني تقريبا بعد أسبوع أو أكثر، هل تظن بأنهم سيكون هناك إيجابية من حاكم البنك المركزي في الولايات المتحدة جيروم باول لمطالب ترامب؟ بصراحة الفيدرالي هو يصر على أنه الاقتصاد ما زال في حالة جيدة وأنه الأرقام التي تصدر ما زالت إيجابية، لا تستدعي خفض كبير للفائدة في المرات القادمة، وأي خفض الفائدة يتم حاليا هو يتم كإجراء احترازي من أي تباطؤ اقتصادي سببه الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. هذه هي نقطة الخلاف ما بين الفيدرالي وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا على التوضيح في الأجندة الاقتصادية. ختاما طبعا تكلمنا عنها مطلع الويبينار هذا الأسبوع، هناك طبعا مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تمثل نسبة من التضخم. أسعار المستهلكين هي الأهم، وقراءتها نتوقع أن تتراجع الشهرية بعد التراجع لمؤشر أسعار المستهلكين. أما أسعار المنتجين هناك أيضا بعض التراجع كما نرى، الذي يستثني الغذاء والطاقة. أيضا في المنطقة الأوروبية ننتظر محضر اجتماع اللجنة في البنك المركزي الأوروبي، وفي الولايات المتحدة كذلك الأمر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء. وننهي الأسبوع باجتماع مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تكلمنا عنها، وأيضا ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، وطبعا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الملف التجاري، وأيضا قرار يعني المتعلق بشأن بريكزيت. يعني هذه الأمور جميعها تؤثر على الأسواق المالية. كلمة أخيرة لك مهند، تفضل. يعني كلمة أخيرة أنه ننتبه يا جماعة، هذا الأسبوع مليء بالأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية المتوقعة. رح نشوف في إرباك بعض الأحيان على حركة الأسواق، ممكن نشوف تغيرات مفاجئة في حركة الأسعار من صعود إلى هبوط والعكس صحيح. نتوقع أن يكون افتتاح الأسواق الأسبوع القادم ضمن فجوات سعرية حسب ما راح نسمع من نتائج المباحثات الملف التجاري، ووفقا لما سيسفر عنه اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي ودراسة ملف بريكزيت. نعم، شكرا مهند على هذا التوضيح. هلأ بنبعث التسجيل لجميع المستثمرين، ونلقاك الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء. شكرا.